وينضم إلي الآن عبر الهاتف من بنياس الشيخ أنس عيروت إمام مسجد في المدينة في بنياس. سماحة شيخ أنس، كيف هي الأوضاع في بنياس اليوم؟ الحمد لله الأمور هادئة الآن. الآن الجيش ينتشر في المدينة، يأخذ مواقعه في الشوارع العامة وعلى الكورنيش وعلى الأوتوستراد. والآن المعتقلون خرج الكثير منهم وبقي البعض، نرجو أن يفرج عنهم في هذه الساعات القريبة إن شاء الله. هل يعني الحراك للجيش في المدينة يسبب شيئا من القلق؟ هل هناك أي نوع من أنواع الاحتكاك بين قوات الجيش السوري وبين أهالي مدينة بنياس؟ إن شاء الله نحن نأمل أن يكون هناك هدوء وهناك تعاون بين الجيش وبين الشعب، وإن شاء الله الآن سوف ينادي الشعب كله أنه يد واحدة مع الجيش إن شاء الله. على الرغم من يعني دخول الجيش إلى المدينة باتفاق كما قيل مع عدد من أعيانها ومشايخها، تواترت أنباء عن أن هناك حملة اعتقالات، فهل لا تزال هذه الحملة متواصلة أم أنها توقفت في بنياس؟ لا، توقفت اليوم في الساعة 12 ظهرا توقفت الاعتقالات. وسمعتم عن الإفراج عن عدد كبير من أبناء المدينة؟ نعم، أفرج عن عدد كبير وبقي هناك عدد إن شاء الله يفرج عنهم الآن أو بعد الساعة أو في الليل، لا أدري يعني. هل كان عدد من هؤلاء المعتقلين أو الذين تم احتجازهم خلال الاضطرابات التي حدثت في الأيام الماضية أو الأحداث دعنا نقول التي وقعت في الأيام الماضية في بنياس، هل كان أحدهم جريح؟ هل عاد أحدهم يعني بجراحه؟ جريح من ماذا؟ من حملات الاعتقال التي داهمت. نعم نعم، والله خرجوا وآثار الضرب على وجوههم. هناك أنا رأيت واحدا مجروح فوق عينه يعني ومشوه، ترى ظهره كل من أثر اللكمات والضربات، وبطنه وكذا يعني أرجله ضرب عنيف شديد، تكسير تهشيم، يعني فعلا يعني امر مؤلم ومؤسف جدا جدا، وللاسف يعني هذا يعني محزن. شيخ انس، هل من حديثكم، هل ازيد عليكم اذا سالتكم ان كان احد هؤلاء الذين قلت انهم تعرضوا للضرب مثلا، هل تعرضوا يعني هل قال تعرض لذلك على يد من؟ هل هي قوات ترتدي زيا مدنيا؟ هل هي قوات الشرطه؟ هل هناك حديث عن ذلك؟ هل سالتك عن ذلك؟ قوات أمن هي أمن التي تضربهم، قوات أمن. نعم. وهذا حدث في سجون أو في أماكن معينة في مدينة بنياس أم خارج المدينة؟ لا، يأخذونهم في المدينة، هناك في المحطة الحرارية في المحطة الحرارية أو في الأمن عندنا، أو يأخذونه إلى طرطوس، يعني أي مكان يعتبر معتقل يعني، ويعذبون في المعتقلين أي طيب. مكان يعني ما في مكان معين. طيب سماحة الشيخ، سؤال آخر، كانت الاتصالات مقطوعة، بنياس تقريبا كانت محاصرة، ليس هناك من اتصال بينها وبين المدن أو القرى المجاورة، هل اختلف المشهد الآن بدخول قوات الجيش مع أن الأمر كما كان عليه؟ نحن نأمل ذلك. الآن ما زالت الهواتف الأرضية مقطوعة والكهرباء ما زالت مقطوعة عن أكثر المدينة وعن أغلب القرى، نأمل ذلك أن تأتي الكهرباء وأن تعاد الأمور على طبيعتها، وما زالت الأفران معطلة. لكن هذا لم يحدث الله بعد. هذا لم يحدث بعد، لم تعد الكهرباء، الأفران ما زالت. لم تعد الكهرباء طيب. بعد. نعم. الشيخ أنس عيروت إمام مسجد في مدينة بنياس السورية، شكرا جزيلا على شهادتك. أفادت مصادر